السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج جميل جدا اللي هو ديسك سكتش بوك. البرنامج ده تقدر ترسم بيه رسومات جميلة جدا قوية جدا. طيب خليني اضغط هنا وبعد كده هقول له نيو سكتش، وبعد كده هختار السكرين بتاعت مثلا اهيت، وممكن اقول له ريسكارد كارنت سكتش، يعني ما تحفظش الشغل او الرسمة اللي موجودة دلوقتي. بعد كده هتيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز اكتب تكست، وهكتب مثلا سكتش وبعد كده هدوس على علامة الصح بالشكل دوت. طيب لو انا عايز ارسم هروح بقى للفرشة اللي ديت وابدا اختار اللون اللي انا هرسم بيه، وبعد كده ادوس في الحته البيضاء هنا، وبعد كده ابدا ارسم. ممكن استخدم حاجه تسهل عليا الرسم، ان انا هاجي هنا لو انا عايز اعمل تماثل، او اخلي لما ارسم حاجه في اليمين ترسم فوق أو وهكذا. الخط دوت تقدر تنقله لهنا مثلا لو انت حابب، تقدر اللي انت ترسمه فوق هيترسم اوتوماتيك تحت بالشكل دوت. تقدر تقول له لا انا عايزها مثلا اربع حتت بالشكل دوت، تقدر تنقله مثلا لهنا، تقدر تختار عدد الحاجات اللي انت ترسم فيها بالشكل دوت. ممكن مثلا هنا اللي انت ترسمه هنا بالشكل دوت هترسم فيهم كله. زائد ان هو بيدعم موضوع الليرات. لو جيت هنا وقلت له انا عايز لير جديدة، اللير الجديدة دي تقدر ترسم عليها اي حاجة انت عايزها. فممكن ترجع تاني للليرات وتقول له اخفي لي اللير من العين ديت، فيخفي لك الحاجة اللي انت لسه عاملها او اللير اللي تحتيها بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز ارسم مثلا على اللير ديت، وتبدأ ترسم. زي ما انت شايف بيعمل شغل جميل جدا. طيب خليني اقول له مثلا ان انا عايز ادخل صورة، فاقول له import image، يبدأ يفتح لك الصور اللي عندك. خلينا نختار مثلا صورة القهوة، تقدر تنقل الصورة زي ما انت عايز. تقدر تقول له انا عايز اغير النوع بتاعتها، تخليها بالشكل دوت. تقدر تعمل لها ميرور بالشكل دوت، تقدر تقول له موافق.